كنت كاتب انا المعصوم عن الاخطاء. مفيش معصوم، مفيش حد معصوم عن الاخطاء طبعا. يعني. انا المعصوم عن الاخطاء، وده بيحصل وانا نايم. بزور الكعبة كل مساء، وطول العام بكون صايم. اروح اتوضى يوم في القدس، ويكمل يومي في الروضة. بصاحب كله جن وإنس، وبصحى لاقيني في الأوضة ومش عجباني ولا حاجة. رجعت خلاص لدنيا فراغ، وأنا نايم بكون حاجة، وبصحى عيشها هرش دماغ، ومن كل البشر مستاء. مفيش معصوم عن الأخطاء. يعني دي من الحاجات اللي انا بص، انا بسقف لك على الهوا، خد بالك ان انا سميع قديم ليك. لا طبعا، بس مش عايز اقول الكواليس على الهوا. لا سميع طبعا. قديم ليك، سميع قديم يعني. فهي يعني هي كلامها يعني 3 4 كلمات، لكن هي بت 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 اجمليها في حاجات كتير يعني. كان في تجارب سمعنا عنها اللي هيكون في بعض الاغاني، او في اغاني من اشعار كابتن احمد ناجي. هو اللي فاضل مني سمعها استاذ هاني شاكر وعجبته، رائعة. وقال لهم يدوها لوليد سعد، استاذ وليد سعد الملحن طبعا. طبعا، بس انا مش متواصل يعني. هو المفروض اللي في الوسط الفني ان انت تتكلم الاستاذ هاني مثلا، او تكلم وليد عملته ايه يعني. يمكن خدتني ال يعني معسكرات والسفر وكده، ومش انا عارفها، بس بتقول ايه؟ بتقول لي فاضل مني ايه غير شويه ذكريات، وانا اتكلمت ليه والكلام زي السكات. اللي فاضل مني ايه؟ هو فاضل وقت تاني، اللي كان مادد ايديه بالمحبه وبالاماني ضاع في لحظه ومش لاقيه. اللي فاضل مني ايه؟ كبر سني وحكاياتي، والبياض غلغل في شعري، والكلام اللي في شعري والمعاني في اغنياتي ده اللي بتعكز عليه. اللي فاضل مني ايه؟ اللي فاضل مش كتير. الحياه زي المراكب، يوم بترسى ويوم تسير، حد ماشي وحد راكب. قول لي ايه هبكي عليه؟ اللي فاضل مني ايه؟ فاضل ايه تاني؟ لا بجد يعني، انا بحييك ان انت يعني في ظل الظروف دي والاجتهادات دي والمجهود الكبير اللي بيتعمل في كرة القدم وفي المتابعة وفي التدريب وأحدث الطرق والعين اللي مركزة والمتابعة ال 24 ساعة، إن يبقى فاضل منك وقت أعمل فيه حاجة، تبدع فيه مش تعمل فيه حاجة. منحة يعني من ربنا سبحانه وتعالى. حطيت لك صورة كده، شايف؟